ينضم إلي الآن من دبي جيمي حول الشريك الإداري في مكتب بي اس اي أحمد بن هزيم وشركاء. جيمي أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج، وشكرا سلف على التوضيحات التي ستأتينا بها. دعني بداية أسألك عن توضيح لفتني، هل القانون وتعديلاته الجديدة يعتبر مجلس الإدارة كله كيونت وحدة واحدة، أم هل يعامل كل فرد من أفراد مجلس الإدارة بطريقة مختلفة بحسب طبعاً الظروف التي تتعين عليها؟ أولاً صباح الخير. المرسوم القانون رقم 35 اللي صدر ب 2020/9 ودخل النفاذ ب 1/11/2021 حدد أنه مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة مختلفة لكل عضو، كل واحد على التصرفات اللي تصرفها أثناء إفلاس الشركة أو أثناء إدارة الشركة. بينما القانون السابق قبل التعديل كان طبعا يجمع الأعضاء كلهم بالتضامن، هلأ طبعا فرق ما بين الأعضاء كلهم على ما تصرف به أثناء منصبه كعضو مجلس إدارة قبل وبعد إفلاس الشركة. تمام، التعديل يركز على التزامات الأفراد في حال إفلاس الشركة، ما الذي تغير بهذا الخصوص عن القانون السابق بالإضافة لما ذكرته الآن؟ أعتقد القانون 35 عدل ووضح بعض البنود اللي كانت موجودة سابقاً بالقانون رقم 9/2016. التوضيح اللي تم أنه فعلاً وضح أنه أعضاء مجلس الإدارة في حال وجدوا أنفسهم ملزمين أو مسائلين عن التزامات الشركة المفلسة، فيجوز لهم طبعاً حقهم حق البشر المدافع عن نفسهم ومتابعة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب قانون المعاملات المدنية من استئناف وغيره وغيره وغيره. هذا كان التوضيح اللي وضحه التعديل. التغيير اللي تم بالتعديل نفرق بين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أثناء حياة الشركة وبعد إفلاس الشركة. أعضاء مجلس إدارة ومسؤولياتهم أثناء الشركة أثناء أعمال الشركة موجودة وموضحة بقانون الشركات التجارية. عند إفلاس الشركة وعندما يطلع قرار بإفلاس الشركة توضح مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بموجب قانون الإفلاس المعدل 35/2021. هذا لا يعني أنه أعضاء مجلس الإدارة لا يسألون عن تصرفاتهم ما قبل الإفلاس، ولكن يسألون بموجب قانون الشركات المدنية الشركات التجارية، ويسألوا من الأطراف المعنيين. بينما عند الإفلاس الدائنين يجوز أن يسألوا أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية تبعهم في حال وجدت بموجب التعديلات اللي تمت ب 35 قانون رقم 35/2021. خلينا نحكي شوي بماركا، هل يا ترى هذه التعديلات كلها اجت نتيجة اللي صار بماركا، وشو فعليا هو يلي صار بماركا؟ نحن دولة قانون، لا أعتقد أنه موضوع واحد بغير قانون، ولكن تاخذوا بعين الاعتبار كمان أنه في ما يفيض على 10-15 قضية إفلاس بمحاكم دبي فقط غير المحاكم الفيدرالية ومحاكم الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى أنه القانون صدر ب 20/9/2021، يعني صدر ما يعادل الشهر قبل صدور حكم ماركا. هو فعلا دخل النفاذ بشهر ب 1/11/2021 بسبب النشر وغيره وغيره، ولكن صدر قبل القرار، فلا اعتقد انه فينا نقول انه ماركا هي كانت السبب بصدور التعديلات والتوضيحات قانون رقم 35. هذا بالنسبه للشق الاول. بالنسبه للشق الثاني، طبعا اعضاء مجلس الاداره اللي نزلت اساميهم بالحكم حكم ماركا ب 10/10/2021 والمتضررين بسبب هذا الحكم طبعا قاموا بمتابعة الإجراءات القانونية المتاحة لهم التي كانت برأينا متاحة لهم بموجب قانون المعاملات المدنية قبل صدور قانون 35/21، ولكن قانون 35/21 وضح وأكد حقهم بأنهم يستأنفوا ويدافعوا عن نفسهم إذا وجدوا نفسهم مسائلين بأموالهم الخاصة على التزامات الشركة المفلسة.
فطبعا قاموا بالإجراءات، أكيد قاموا بالإجراءات اللي شافوها مناسبة، والقضاء طبعا هلا هن حيكون اعضاء مجلس الفاصل. لا الاداره مسؤولين باموالهم الشخصيه ومسؤولين شخصيا ممكن يواجهوا احكام بالسجن وما الى ذلك، اذا كان في غلط طبعا، اذا كان ثبت عليهم بانهم كان في سوء تصرف او تقصير بحق الشركه او المساهمين وما الى ذلك. تحديدا خلينا نحكي نكمل نحكي شوي بماركا، اعضاء مجلس الاداره بماركا بس إذا يتصرف ما عندك مانع، تفضل. بس حابب أوضح إنه الحبس والمخالفة شيء، والمطالبة بالتزام أعضاء مجلس الإدارة بمديونية الشركة شيء آخر. نعم. النيابة العامة تقوم بالتحقيق ومن ثم تقرر في عضو مجلس إدارة مذنب وفي عضو مجلس إدارة غير مذنب. المذنب صحيح. بيطلع في قرار إن كان 100,000 درهم ولا سنتين سجن. هذا ما معناه إنه الدائن ما بيقدر يشتكي على أعضاء مجلس الإدارة ويطلب بالدين تبعه أو يطلب بدين الشركة في حال وجد أنه هذا أعضاء مجلس الإدارة هاي قاموا بالتصرفات المناهضة مثل ما هي موجودة بنص القانون. عندما صدر القرار عفوا عن المقاطعة. لا ولا يهمك، تفضل. نحن بنسمعك أنت شو بتقول، مش أنا شو بقول، بس أنا تساعد الحديث يكمل والأسئلة اللي موجودة عند الجمهور. أعضاء مجلس الإدارة لماركا أشخاص معروفين، أشخاص عندهم خبراتهم، بيعرفوا عندهم مقاعد على مجالس إدارات أخرى. من الأغلاط اللي كانت إنه ما صار في متابعة خلال فترة الثلاث سنين الأخيرة ولا اطلاع ولا تسليم لأي أوراق مستندات انطلبت منهم للشركة، فكيف بيقعوا بهيك غلط؟ ما أعتقد هذا الكلام صحيح. لأنه هي شركة مساهمة عامة، فكشركة مساهمة عامة جميع الدفاتر المالية موجودة بالسوق المالي. بالإضافة نحن على علم كمان أنه المستندات اللي كانت متوفرة كانت موجودة بمكاتب الشركة، فنقول أنه ما كان في متابعة، لا أعتقد هذا كلام صحيح، بالأخص بأعضاء آخر عضو آخر مجلس إدارة للشركة، لأنه كان في متابعة وكان في دفاتر المتوفرة كانت لديهم وتقدمت. تأخذوا بعين الاعتبار كمان هي كشركة مساهمة عامة، لما تخلص فلوسها ما فيك تتوقع من أعضاء مجلس الإدارة بأنهم يصرفوا من جيبهم عشان يوفروا دفاتر ومعلومات على شركة ما فيها فلوس. فبرضه هذا أخذ بعين الاعتبار أنه طيب نحن شركة مفلسة عم نجرب قد ما فينا نشوف شو فينا نعمل، ولكن بموجب ما لدينا من صلاحيات بالقانون وما موجود بخزينة الشركة. القانون الجديد هذا بيردع ما بعد، بيتناول مرحلة ما بعد الإفلاس، ما هي الروادع الآن؟ هل سيكون هناك أي تحديثات أو أي قوانين جديدة لردع أعضاء مجالس الإدارات أو آخرون الذين يديرون الشركات من التصرف بشكل قد يؤدي إلى هلاك الشركات؟ القانون موجود، قانون الشركات التجارية واضح بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة باتجاه المساهمين والمستثمرين من ناحية الحرص الواجب على أموال وأعمال الشركة. اليوم أنا أي شريك يرى أنه أعضاء مجلس الإدارة لما كانت الشركة قيد العمل قامت بأعمال غير صحيحة أو غير سليمة، يجوز له أن يقوم أن يشتكي على أعضاء مجلس الإدارة بموجب قانون الشركات التجارية. هذا القانون موجود وما تغير، وقانون صائب بهذا الموضوع. اللي صار بقانون الإفلاس هو وضح فترة ما بعد. برجع أكرر، هذا لا ينفي مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ما سبق الإفلاس باتجاه الشركاء والمستثمرين، ولكن يوضح مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة باتجاه الدائنين ما بعد الإفلاس. ولكن كمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ما في شك هذا موجود بقانون الشركات التجارية، ولكل شريك ومساهم ومستثمر أن يقوم بالمطالبة. جيمي حاولة، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم.